بسم الله الرحمن الرحيم، مع حضرتكم أستاذ ياسر محمد نجيب. في الفيديو ده هنقدم لحضراتكم الفيديو الثالث من سلسلة شرح برنامج مايكروسوفت وورد، وفي الفيديو ده هنقدم لحضراتكم كيفية تثبيت أوفيس 2019 من إعداد أستاذ ياسر محمد نجيب. في الفيديو ده هنبدأ نشوف إزاي نقدر نسطب إصدار الأوفيس 2019. في البداية أنت بتدخل على السورس بتاع الأوفيس، وبعد كده بتدخل على ملف السيت اب بتاع الاوفيس. هتضغط له انستول، هيبدأ إصدار الأوفيس بأنه ينزل حزمة البرامج الأساسية اللي موجودة في البرنامج. طبعا هننتظر لغاية انتهاء التحميل أيا كانت الفترة اللي هياخدها، ولازم نتأكد من مناسبة الإصدار اللي احنا اخترناه لمواصفات جهازنا اللي احنا شغالين عليه. بالشكل ده خلاص انتهى التثبيت بتاع الاوفيس. هتقدر بقى انك تضغط له على كلوز، ومن خلال قائمة ستارت هتبدأ بقى انك تلاقي برامج الاوفيس بتاعتك ظهرت بشكل طبيعي، وبقى انك تقدر انك تفتح برامج الاوفيس بشكل طبيعي وهيعمل معاك الاوفيس بنجاح. بكده نكون خلصنا خطوة تثبيت أوفيس 2019. شكرا لحضراتكم، ونتمنى للجميع كل التوفيق.